أهلا بكم من جديد. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن وزارة الخزانة الأمريكية وجهت دعوة إلى بلاده لإجراء مباحثات مع مصر في الولايات المتحدة بشأن سد النهضة على أن تشمل السودان أيضا. وتأتي هذه الدعوة بعد طلب مصر وساطة دولية بعد إعلانها وصول المفاوضات لطريق مسدود. مزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. تطورات متلاحقة في قضية سد النهضة، إذ أعلنت إثيوبيا عزمها على المشاركة في مباحثات جديدة بواشنطن في السادس من الشهر الجاري، وذلك بعد فترة من التوتر المتبادل عقب إعلان مصر وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطلبها وسيطا دوليا. الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا. وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تطلع بلاده إلى توقيع اتفاق ثلاثي مع إثيوبيا والسودان خلال اجتماع واشنطن بحضور البنك الدولي لضمان حقوق مصر المائية. ولكن مصادر دبلوماسية صرحت العرب الجديد أن إثيوبيا اشترطت استبعاد الحديث عن الجوانب الفنية واتفاق المبادئ، وأن تنعقد مباحثات واشنطن دون حضور أي ممثل فني للدول الثلاث، والاكتفاء بالتركيز على سبل الدفع بالمفاوضات وفق خريطة زمنية واضحة. وساطة محتملة أخرى أثارت الجدل، وهذه المرة من نيجيريا، حيث أعلن نائب الرئيس النيجيري أن رئيس البرلمان المصري طلب من بلاده رسميا التوسط في مباحثات السد. ولكن بعدها نفى النائب إيهاب الكومي أحد أعضاء الوفد أن تكون مصر قد قدمت هذا الطلب، ما سبب حالة من الارتباك الدبلوماسي. ويتركز الخلاف المصري الإثيوبي حاليا على تفاصيل فنية أبرزها عدد سنوات ملء السد وكمية المياه الواصلة مصر أثناءها، وهي الملفات التي سببت تصعيدا متبادلا قبل أن تهدأ الأمور بعد لقاء السيسي وأبي أحمد في روسيا، حيث عرض بوتين بدوره التوسط لينضم لقائمة الفاعلين الدوليين المحتملين بالقضية. وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمود صابر، وينضم إلينا أيضا في الاستوديو خالد الإعيسر الكاتب الصحفي السوداني. أهلا بكم معايا، نورتوني. مساء النور يا محمود. خليني أبدأ مع حضرتك أستاذ خالد، وقول لنا إيه المعلومات المتاحة لدينا حتى الآن على الموقف الرسمي السوداني من المباحثات المفروض تتم الأسبوع القادم في أمريكا. السودان على مر الفترة التي سبقت حتى قيام ثورة ديسمبر كان يسعى للتوفيق بين أوضاع مصر وإثيوبيا فيما يلي خدمة قضايا وأجندات الطرفين. بالتأكيد السودان لديه مصلحة استراتيجية في قيام سد النهضة وفق المعطيات السودانية لما لديه من آثار إيجابية على الواقع السوداني، سواء كان في الحد من الفيضان أو الحصول على الكهرباء، هذا بالإضافة للاتفاقات الثنائية التي تنتهي بالناس إلى مشروعات زراعية وتبادل تجاري عبر سكة حديد. كذلك الحال مع مصر، علاقة استراتيجية أزلية، ومن هذه الزاوية ربما تنظر الحكومة الجديدة في هذه لهذه المفاوضات. ولكن المهم جدا أن يعلم الناس أن الحكومة الجديدة هي ربما لديها محدودية التصرف فيما يلي القضايا الاستراتيجية التي تتصل بالحدود والمياه، وهذه قضية محورية ربما لم ينتبه إليها الناس إلى هذه اللحظة. طب بس هل عرفنا حتى الآن إذا كانوا مرحبين بدعوة المباحثات في واشنطن ولا متحفظين؟ بالتأكيد السودان سيشارك بوزيري الري والخارجية، وهذا أعلنت عنه نشرة رسمية في بيان صادر على الخارجية اليوم، وهذا يؤكد أن السودان لديه الرغبة في الانضمام إلى هذه المفاوضات. والواقع أن التصعيد الذي حدث مؤخرا عقب مفاوضات اللجنة الثلاثية في الخرطوم في يومي 4 و 5 أكتوبر يشي بأن هناك حالة سودانية راقبة في أن تنتهي هذه الأزمة إلى مآلات محمودة لدى الأطراف جميعا. ولكن بالتأكيد كما أسلفت لك، السودان ينظر هذه المرة إلى المفاوضات وفق رؤية وطنية جديدة. صحيح أن الفترات التي سبقت حكومة البشير ربما لديها كثير جدا من السوءات فيما يلي القضايا الاستراتيجية وعلى رأسها قضية حلايب وشلاتين وأبو رماد، إلا أنها كانت يعني قد اتخذت موقفا وطنيا فيما يلي قضية سد النهضة والأزمة المياه. صحيح أنها لعبت بعض التكتيكات في سبيل يعني الضغط على مصر من جهة والتوفيق مع إثيوبيا في مرحلة سابقة، ولكن الواقع أن الحكومة الجديدة ربما لديها فيتو شعبي، وهذا أيضا أمر جديد في المسرح السياسي السوداني.
لا يستطيع حمدوك ولا حكومته أن يقدم أي تنازلات في القضايا الوطنية المصيرية الاستراتيجية فيما يلي قضايا المياه والحدود. صحيح أن هناك إخفاق كبير تم في جوبا الأسبوع الماضي، ربما لم ينتبه إليه السودانيون إلى هذه اللحظة، وهو تجاوز بعض القضايا المحورية في قضية ترسيم الحدود مع دولة الجنوب، ولكن هناك آذان وأعين مفتوحة للقضايا الوطنية ولا يمكن أن تمرر مثل هذه الإخفاقات. بالتأكيد السودان سيكون لاعب أساسي في التوفيق ما بين مصر وأثيوبيا، وكانت الرؤية الوطنية القديمة أن تكون أثيوبيا مصدر للطاقة والسودان ساحة للمساحة للزراعة ومصر للتصنيع الزراعي، وفي ذلك استراتيجية متكاملة. ثلاثية متكاملة، وهذا ما يتمناه الجميع. طيب محمود، يعني خلينا نبدأ من خبر موافقة إثيوبيا بالفعل على المشاركة في الاجتماع في واشنطن في الأسبوع القادم، الأربعاء من الأسبوع القادم، لأي مدى تعتبر ده علامة إيجابية فعلا على بداية وعودة المفاوضات؟ يعني أتمنى أنها تكون علامة إيجابية، بس للأسف لا أظن. يعني أعتقد أن موافقة الجانب الأثيوبي حصلت لأني كان عدم موافقتهم هيبقى شكلها غريب شوية، لأن إحنا دلوقتي حصل أن واشنطن قامت بالدعوة، وأول كلام طلع من أثيوبيا قال لأ وده ما حصلش في اتفاق المبادئ، واتفاق المبادئ قال اللي تم توقيعه في مارس 2015 قال أن كل الدول لازم تطالب توافق. توافق مجتمعين بوجود الوسيط. لكن بعد كده الكلام اللي طلع من اثيوبيا اعتقد حتى امبارح بالليل بس قالوا تمام هنروح، بس احنا اللي هيحصل في الاجتماع هيبقى اجتماع تشاوري بس، اللي هيحصل او النتائج غير ملزمة ومش هيتم الا عن طريق اعتقد هيبقى بس وزراء خارجية، او يمكن هيبقى في ممثلين عن وزارات الري في بعض الدول، ممكن السودان او غيره. لكن للاسف الشديد انا لا اعتقد ان الموافقة تنم عن يعني حالة إيجابية بخصوص عودة أمال إيه المفاوضات. اللي ينم؟ يعني إحنا برضو من قيمة من حوالي أسبوعين شفنا لقاء ما بين السيسي وما بين أبي أحمد موجود في روسيا، وكان لقاء لطيف وفي تبادل لكلمات طيبة جدا، والرئيس السيسي يعني هنأ أبا أحمد بفوزه بجائزة نوبل ووعده هما الاثنين بعودة المفاوضات مرة أخرى، وتبادلوا يعني كلام إيجابي بشكل كبير وكلام مطمئن. هل ده كلام بروتوكولي يعني أعتقد شفنا ما منه كتير؟ يخرجش إلا من نطاق البروتوكول، خصوصا إن رئيس الوزراء الأثيوبي كان لسه حاصل على نوبل، والاجتماع حصل كمان في روسيا، في يعني ما كانش اجتماع مطول، معلومات إنه كان اجتماع قصير للغاية. يمكن أكيد التصريحات اللي طلعت للإعلام في الوقت ده كانت تصريحات إيجابية، وكانت لأن في الآخر دول رؤساء الدول هم اللي بيتقابلوا، مش وزراء خارجية أو لجان تقدر إن هي تقول كلمات سلبية أو تصريحات سلبية. لكن إحنا على الناحية التانية بنقول إن أثيوبيا بتكسب وقت، ده الواقع. يعني الواقع ان اثيوبيا كل خطوه بتعملها او كل قرار بترجع في حاجه، او طب هنتفاوض شويه كمان، طب خلينا نشوف الوسيط، طب خليني ارد على الوسيط شويه، كل ده للاسف الشديد ده يعني اثيوبيا بتكسب وقت، والمراحل الاخيره في السد بتتعمل، والوقت ده للاسف مش في صالح الجانب المصري للاسف الشديد. طب عودة مرة أخرى أستاذ خالد، وإحنا شفنا عروض لوساطات من أمريكا دلوقتي، شفنا عروض لوساطات من بوتين برضو من أسبوعين، شفنا عروض من نيجيريا، شفنا برضو مطالبات لأن دول الخليج ممكن تتدخل، وممكن حتى يعني بعض المطالبات كانت إن هو يا جماعة طب دول الخليج ممكن تدفع لإثيوبيا لو في أي لو وافقت على تأخير ملء السد وقوة الملء وإلى آخره. يعني في وجهة نظرك هل في أي حد من الوساطات دي بالفعل يقدر يغير في المشهد الحالي؟ الجديد في المشهد الحالي أن مدير البنك الدولي ووزير وزارة الخزانة الأمريكية ربما هي الوسطاء في هذه العملية التفاوضية التي ستعقد في واشنطن، وهذا ينم عن أن العالم كله يتداعى لحل هذه الأزمة وفق أسس سلمية، ونعلم أن هناك تصعيد أيا كان شكله ربما يخيف العالم، هذا التصريح الذي جاء على لسان أبي أحمد مؤخرا، وكيف أنه يمكن أن يحشد مليون جندي للدفاع عن سد النهضة، هذه النوعية من هذه التصريحات ربما تخيف المجتمع الدولي. ونعلم أن أثيوبيا فيها 7 قوميات، وكذلك الجوار في هذا الإقليم المتصدع دعيني أقول كما هو الحال في الصومال، ونزور الحرب في عدد من الدول في القرن الأفريقي، تشي بأن المجتمع الدولي أكثر حرصا لكي يجد حلول لهذه القضية، قضية سد النهضة. وبالتأكيد الوساطة من روسيا ودول الخليج ربما تكون عامل دفع إضافية، ولكن بالتأكيد المجتمع الدولي كله يتداعى الآن لكي تنتهي هذه الأزمة وفق نظرية مصلحة مشتركة بين هذه الدول الثلاث. ولكن من المهم جدا هنا
أن تعي الدول وعلى رأس مصر أنه أن الدول التي هي شريكة في هذه العملية، ربما المعطيات الجديدة على الساحة الإفريقية، كل تلك الاتفاقات التاريخية يجب أن ينظر إليها بمعزل من الواقع الحالي في السودان كمثال، وفي أثيوبيا كمثال آخر، وحتى في مصر يعني ارتفاع نسبة السكان في هذه الدول. ربما اتفاقية مياه النيل كانت مجحفة إلى حد كبير في حق السودان، على وجه الخصوص هناك أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه كانت تتدفق إلى مصر وهي من حصة السودان، لما للفيضانات من انعكاسات سلبية على الواقع السوداني. بالتأكيد السودان لديه مصلحة استراتيجية كبرى في قيام سد النهضة. هذا الأمر يجب أن يستصحب في هذا التفاوض، ليست القضية فقط حصرا على مصر وأثيوبيا، السودان أيضا كان ولا يزال دولة مؤثرة في اتفاقية مياه النيل، ونحن بصدد إصلاح هذه الاتفاقات التاريخية المخلة التي أجحفت كثيرا في حق الشعب السوداني على وجه الخصوص. لا أتحدث عن أثيوبيا هنا، السودان دولة تكاد هي الأطول التي يمر فيها النيل، بل المياه في غالب الأعم هي مياه أمطار وليست تأتي من الهضبة الأثيوبية. هذه مغالطات تاريخية يجب التصحيح فيها، أن نسبة مياه الأمطار التي تهطل في السودان بمعزل عن سد النهضة كانت أيضا تتدفق إلى مصر، والسودان في حاجة إلى الحد من نسبة الفيضان التي تأتي من الهضبة الأثيوبية، وفي ذلك قضية استراتيجية وطنية سودانية. المهم في هذا الأمر أن يعود الناس إلى الميثاق الأول وفق اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في عام 2005، لكي تصبح السودان ومصر وأثيوبيا شركاء في قضية محورية تهم الجميع. ليست مصر وحدها هي المعنية بسد النهضة، ولا حتى أثيوبيا وكذلك السودان. بالتأكيد العلاقة التشاركية ربما يكون لديها إيجابية أكثر من هذا التنازع والتجاذب الذي نشهده بين الفينة والأخرى. أستاذ محمود، طيب يعني الجانب النيجيري أعلن أن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال طلب من الرئيس النيجيري الوساطة أيضا لدى أثيوبيا بشأن سد النهضة، ولكن وجدنا تصريح آخر من أحد النواب اللي كان موجود في الوفد، في وفد البرلمان المصري، بينفي أن ده حصل وبيقول لا ما حصلش وإحنا ما طلبناش أي وساطة. هل في فهم ليه في حالة في تضارب التصريحات دي؟ يعني أعتقد أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة يعني على وعي كامل أن الوقت أو عامل الوقت حرج، وأعتقد أن في مجهودات كبيرة ممكن تكون بتحصل في أكتر من جانب علشان نحصل على مفاوضات او وساطه علشان نرجع المفاوضات تاني علشان الوضع يتحسن. ربما يكون ان في حصل تصرف فردي او حصل يعني عدم تواصل كامل فادى ان يوصل ان في وساطه او يطلب ان في وساطه من رئيس نيجيريا، لكن في الجانب التاني اعتقد ان الدوله المصريه شافت ان واشنطن او الاداره الامريكيه ممكن ان تاثيرها أو مطالباتها لعودة المفاوضات أو دعوتها للاجتماع اللي هيحصل في يوم 6 نوفمبر ممكن يكون أقوى، بالتالي تم إرجاء اللي حصل في نيجيريا. أو ايوه، بس كان ممكن ان هم يعني كان ممكن المصريين يتجاهلوا التصريح ده، خاصة ان يعني ده تصريح رسمي خارج من وزارة الخارجية في نيجيريا. فيعني لو المشكلة ان المصريين وجدوا ان الوساطة الأمريكية قد تكون اقوى وقد تكون في صالحهم اكتر، كان ممكن يتجاهلوا هذا التصريح او هذا التصريح بشكل كامل. يعني اعتقد تاني هو الفكرة كلها، لان كمان في تصريحات خرجت من الجانب الروسي في القمة الروسية الأفريقية ان قالوا ان احنا مستعدين كمان لان احنا تحصل مفاوضات ما بين الدول الثلاثه، وعلاقتنا باديس ابابا وعلاقتنا بالقاهره علاقه جيده ونقدر ان احنا نحصل على مفاوضات بينهم. يعني تاني اعتقد الرئيس سيسي في نيويورك من شهرين او من 3 شهور اعتقد ان هو عمل مجهودات علشان يحصل ده، واعتقد كمان في الكلمه اللي قالها في الامم المتحده ركز على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل. ويمكن دلوقتي المجهودات دايما متركزة على اجتماع واشنطن اللي هيحصل في 6 نوفمبر، وعلى هذا يمكن كانت أجهزة الدولة عايزة تقول لا ما فيش وساطة تانية ولا ما فيش ناس تانية بتطلب وساطات من أجهزة مختلفة. أنا بس عايز أضيف حاجة وأكد على الكلام اللي أستاذ خالد بيقوله، مشكلة المياه ممكن تكون موجودة وبتحصل في بلاد كتير وفي أقاليم كتير من العالم، زي ما هي ممكن تحصل بسببها حروب ممكن في دول فعلا تجتمع وتقدر تتعاون وتقدر تعمل تنمية شاملة، وده اتأكد عليه في 2015 في اتفاق المبادئ. لكن للأسف الشديد مصر عملت أعتقد إن هي بينت وحاولت بقدر الإمكان بالإدارة الحالية إن هي تبين حسن نية عميق اتجاه القضية الأثيوبية واتجاه السد
ورئيس السيسي أكد في أكتر من مرة إن إحنا مش ضد التنمية في أثيوبيا ومش ضد المشاريع في أثيوبيا. ويمكن دلوقتي النقاش كله حوالين الفترة الزمنية اللي بيحصل أو اللي أثيوبيا عايزة تملى فيها السد. إحنا قدام فرصة كويسة، أتمنى إن الثلاث دول يقدروا فعلا ياخدوا الفرصة دي ويقوموا بيها، إن نهر النيل ودول حوض نهر النيل ممكن يتعاونوا علشان يعملوا علشان يعملوا مشاريع تنمية، وعلشان مشاريع التنمية دي تفيد الكل بدون الدخول على حقوق الدول التانية، خصوصا مصر دولة فيها 100 مليون، ما ينفعش ان احنا نتعدى على مش عايز اقول حق تاريخي، ومش عايز استدعي اتفاقيات تم توقيعها في 20. استاذ خالد يعني قال لك مش عايز بس اقول حق تاريخي، دي اتفاقيات كانت من المستعمرين، وانا بالتاكيد مش حضرتك عايز تقول كده صح؟ لا بالتاكيد انا عايز اقول كده من شويه تقريبا. استاذ سلمى، الواقع ان الوساطه الامريكيه هي جاءت بطلب مصري واستجابة لطلب مصري بعد انسداد الأفق فيما جرى في الخرطوم في يومي 4 و5 أكتوبر. ولكن بالتأكيد يجب على الإخوة في مصر وفي أثيوبيا أن يستصحبوا في بالهم أن السودان ظل لعشرات يعني لأكثر من 3 عقود أو ربما 5 عقود يدفع ثمن الاتفاقية مجحفة في حق الشعب السوداني. طيب ما هو استاذ خالد خليني اقول لحضرتك، يعني حضرتك الحقيقه اكدت وجهه نظر الكثير من المصريين اللي هم شايفين ان السودان بيميلوا بشكل كبير الى الجانب الاثيوبي مش الجانب المصري، وحضرتك شرحت بشكل يعني بشكل مهم الحقيقه انا شايفه كده ان هو ليه الجانب ليه السوداني معتبر ان ده قضيه وطنيه، وان هو ازاي كان في اتفاقيات مجحفه وهو المفروض الاتفاقيات دي تتغير. وصدقني اي مصري ما عندوش مشكلة مع هذا الحديث، وما عندوش مشكلة أن السودان تستفيد في الزراعة وفي الصناعة، وأن توصلكم كهرباء، وأن يعني يفتح لكم. لكن العلاقة ليست متوازنة، دعيني أكون شفاف. نحن نحب مصر ونحب أهل مصر، نحن جيران ابن عمومة، ولكن اتفاقية مياه النيل ليست وحدها سيئة، حتى اتفاقية السد العالي كانت مجحفة جدا. ما الذي جناه السودان من السد العالي؟ ومصر الآن تعيش على السد العالي. السد العالي كانت آثاره السلبية أنه غمر مناطق شاسعة جدا في شمال السودان، بل غمر مدن كاملة وتم تهجير قصري لمجموعات هائلة من السكان. السؤال ما الذي جناه الشعب السوداني من قيام السد العالي؟ هناك اتفاقية تبادل. هو السؤال أستاذ خالد، وبالتالي السؤال الموضوعي أن السودان لا يريد أن تسحب كل سنة 10 مليارات متر مكعب كمياه فيضانات. هذا العام أنا كنت في الخرطوم ورأيت كيف تفعل الفيضانات في السودان. هذا الأمر يجب أن يوضع له حد. سد النهضة اتفاق شراكة استراتيجية مع أثيوبيا، ليس حبا في الشعب الاثيوبي ولا في دوله اثيوبيا، ولكنه سيخدم الاجندات السودانيه. لا واحنا ممتنين ان يعني خلينا نقول ان في ان زي ما محمود قال تحديدا ان بالتاكيد الشراكه بيننا احنا كثلاث دول ما فيش تعارض بين المصلحه السودانيه والمصريه يعني. لكن ايه محددات الموقف السوداني؟ يعني حضرتك شرحت المظلوميه السودانيه والاستفاده منها، لكن ايه محددات الموقف السوداني تجاه ما يحدث في مصر او ما قد يحدث في مصر لو لم نصل الى اتفاق يعني يعطي الثلاث دول حقوقها بشكل كامل؟ بالرغم من أن حكومة حمدوك كما أسلفت لك في مطلع الحوار بداية الحوار أنها غير مخولة لاتخاذ إجراءات في القضايا الاستراتيجية، هذا الأمر ربما يكون جديد حتى للشعب السوداني أن يستمع إليه. حمدوك وحكومته غير مخولة البتة لتوقيع أي اتفاقية لا تتفق مع الشعب السوداني. هناك شرعية ثورية، فيتو شعبي لا يرضى أبدا أن تمر القضايا الوطنية كما كانت تمر في السابق وفق العصا العدالة الدولية التي كانت تسلط على رأس البشير لكي يرضخ ويربي حاجات الإغليم والعالم كله. هذه القضية أسدل حولها ستار، يجب على العالم كله أن يعلم أن السودان الآن يقف على قدمين ثابتين قوامهما المصلحة الوطنية العليا، وهذا يتطلب قدر عالي من الإدراك والمعرفة حتى لدى حكومة حمدوك والوزراء الذين سيمثلونه في مفاوضات أمريكا. لا يمكن أن تمر أي قضية وطنية ذات مصلحة استراتيجية للسودان بخلاف أن تكون تغلب المصلحة الوطنية العليا بداية ومن ثم النظر في مصالح الجوار. لم يعد السودان كما هو السودان القديم. ثورة ديسمبر ثورة تصحيحية أريد لها أن تصحح كل القضايا الخاطئة وبما فيها اتفاقية مياه النيل، وأيضا دعيني أزيدك من الشعر بيت حلايب وشلاتين وأبو رماد. هذه قضية سيأتي النقاش حولها لاحقا، ولكن نشدد ونكرر أن حلايب وشلاتين وأبو رماد وسد النهضة
والسد العالي جميعها يمكن أن تصبح مشاريع حيوية تشاركية بين شعوب هذه المنطقة. ما دون ذلك ليس مخول لأي طرف أن ينظر لقضيته بمعزل عن مصالح الآخرين. وكما أسلفت لك السودان كانت تمر عبر 14 نهر من بين نهر النيل أطول رقعة جغرافية. يا أستاذ خالد، ده الحاجة الوحيدة الحديث الرسمي مصر فيها موجود طوال الوقت، على أن مصر بتقول طول الوقت زي ما قال محمود أن مصر تعاملت مع القضية بتقديم حسن النية طول الوقت. يعني تلاقي مبادئ اللي حصلت في 2015. ولكن أخي محمود، غراين الأحوال واستجرار الذاكرة التاريخية يشي بغير ما تفضلت به. بالنظر إلى قضية السد العالي، نحن في السودان نشعر بشيء من المرارة أن أرضنا قد غمرت بالمياه ولم نجني ثمار هذه العملية التي راحت هدية لسواد عيون الشعب المصري. ومن قناعتنا التامة بأن العلاقة التشاركية هي إنتاج لبيئة تصالحية. صحيح. يعني العلاقة التشاركية مش هينفع تبدأ يا أستاذ خالد إلا لما يكون في حسن نية من جميع الأطراف. نحن لدينا حسن نية. أنا عارف إن طبعا الدولة السودانية، أنا عارف إن في حسن نية منها طول الوقت، بس كمان الدولة الأثيوبية في تعنت 4 سنين مفاوضات، تعنت غير مبرر. 5 سنين بالضبط، مارس هيبقى 5 سنين، تعنت غير مبرر تماما. يعني ان هم مش راضيين ان يعني الخلاف كله على الفتره الزمنيه اللي يتملي فيها السد. اذا نظرتم لمحور الخلاف هو في السعه التخزينيه وعدد السنوات التي يجب ان يملأ فيها السد. ولكن ربما هناك قضيه لم تكن بارزه للسطح، انا كررتها 3 مرات، وهي القضيه المحوريه، ان هناك تسلل او تسرب ل 10 مليار متر مكعب من المياه هي من حصة السودان تذهب إلى مصر. ليس عليها ضابط، هذا الضابط ربما يدفع الإدارة المصرية لكي تفكر حول عملية إطالة أمد فترة ملء السد، وبالتالي ستستمر هذه 10 مليار متر مكعب في التدفق إلى مصر. ونحن لسنا في ذلك يعني حانقين ولا غاضبين على هذه الفكرة، ولكن الذي أريد أن أؤكده أن العلاقة بين مصر وأثيوبيا والسودان والسودان ومصر على وجه الخصوص يجب أن تبنى على المصالح المتبادلة. صحيح. إذا وصلنا إلى هذا التوافق ستصبح قضية ملء السد والسعة التخزينية ما هي إلا محض قضايا ماينر. لا 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 لا, لا, لا مش ماينر، لا لا لا، ده قص الموضوع. ده خطر بيواجه مش بس الحكومة المصرية، ده خطر بيواجه كل واحد مصري في الشارع. لأن إعلان الرئيس إن إحنا دخلنا في الفقر المائي، وكمان التعنت الغير مسبوق من الجانب الاثيوبي. احنا دخلنا في الفقر المائي من قبل السد النهضه. يعني صحيح، بس يعني كمان لما كمان احنا قدام قضيه ممكن تاثر على الرقعه الزراعيه المصريه بنسبه 50%، دي كارثه. ما ينفعش ان احنا نقول ان دي قضيه صغيره وقضيه ماينر يا استاذ خالد، دي قضيه كبيره جدا وتمس ملايين المصريين. انا اتحدث عن السعه التخزينيه وعدد سنوات ملأ. صحيح، السعه التخزينيه وعدد السنوات اللي العدد السنوات اللي احنا بقى لنا 5 سنين في تعنت من الجانب الاثيوبي، وكمان مش عايزين يجلسوا على طاولة المفاوضات، وبيحصل تلويح للأسف الشديد بتصريحات يعني لا نأمل إن هي تتحول إلى واقع، ولا أحد يأمل إن هي تتأمل إلى واقع. بس الوضع ما ينفعش يفضل كده، وما ينفعش يستمر على ما هو عليه، وما ينفعش تفضل مصر أمام تهديد بإن في 5% 50% من الرقعة الزراعية بتاعتها ممكن تختفي. نحن لا نقبل تهديد لمصر من أثيوبيا، والعكس صحيح. نحن هنا بصدد التوفيق كدولة السودان. أنا لا أتحدث باسم لسان الحكومة، أتحدث بلسان وجدان الأمة السودانية الذي يدعو إلى التوفيق بين شعوب المنطقة بصورة عامة. الذي نريد أن تنتهي هذه العملية بحل توافقي ثلاثي مبني على نظرية المصلحة. وبديت لك حديثي بالقول أن أثيوبيا يمكن توفر الطاقة الكهربائية، والسودان يوفر الرقعة الزراعية، ومصر تنتج الإنتاج. طب خلينا ننهي اللقاء هذه الشراكة الثلاثية يعني تؤتي أكلها. ولكن أن تتعنت المواقف سواء كان من أثيوبيا أو مصر، نحن لا نقبل أن تتهدد مصر حالة شح المياه، ولا أن تتعرض مصر لأي تغول من الجانب الأثيوبي، والعكس صحيح. ولكن الذي أريد أن أقرر وأشدد عليه هو أن المصلحة التشاركية هي أساس حل المشكلة. خلاص، إحنا خيارات مصر محدودة وخيارات إحنا اتفقنا إحنا 3 على أن المصلحة التشاركية هي المشكلة، هي الحل وهي الخروج. وزي ما أنا زي ما أستاذ محمود أضاف وقال أن طول الوقت مصر قدمت فعلا كل ما هو خير وتمنت الخير لإثيوبيا والحقها في التنمية وفي الحياة وللسودان طبعا بالتأكيد قبل إثيوبيا. ونتمنى إن شاء الله أن المفاوضات في أمريكا تنجح لجميع الأطراف بإذن الله. وعبركم التحية لأهلنا في مصر، عبركم التحية لأهلنا في مصر. ونؤكد أننا كشعب سوداني
لا نكون لهم إلا الود والاحترام، ونتمنى لهم الخير، كذلك الحال مع إخوتنا. تعرف تماما أن المصريين يعني وعلاقتهم بالسودانيين علاقة تاريخية وعميقة، ويعني إحنا أشقاء طول الوقت. أتمنى أن الاجتماعات في واشنطن يعني يحصل ليها تطور إيجابي. بنشكركم. كنت معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي محمود صابر، وكان معنا أيضا الكاتب الصحفي السوداني خالد الإعيسر. شكرا لكم، شرفتوني، وشكرا للنقاش ده. شكرا لكم.